رسالة إلى رسالة إلى السيد المهندس شريف إسماعيل ورئيس الوزراء. هل بلغك أن مواطنا مصريا قد لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل يعمل محصلا للكهرباء اسمه ياسر وهدان عبد السلام عثمان في إحدى قرى بلقاس، قتل من مواطن معترض على فاتورة الكهرباء، خناقة بين محصل الكهرباء أو بين الأحرى بين مواطن تلقى فاتورة الكهرباء ففزعته أو أغضبته أو أخرجته عن شعوره وعن أعصابه، فكان غاضبا غضوبا إلى حد أنه أودى بحياة محصل الكهرباء. هذه حادثة خطيرة تستدعي التنبه بقوة بشدة. أقول لك يا سيادة رئيس مجلس الوزراء، هذه حادثة أولى بالقلق والفزع من أي مظاهرة ضد الحكومة أو ضد السياسة تلتزمها الحكومة. هذه الحادثة أخطر وأحق بفزعكم من أي مظاهرة سياسية. ألتقي بكم بإذن الله غدا مع إبراهيم عيسى. إلى اللقاء.